دكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي كان أحد الأسباب الرئيسية لرفع الحظر عن صادرات الخضر والفاكهة المصرية في حوالي 7 دول وتخفيف الفحوصات الاحترازية اللي اتفرضت على صادراتنا بصورة مبالغ فيها، ده بخلاف فتح أسواق حوالي 35 دولة أمام صادراتنا الزراعية في أقل من 2 سنين. عاش يا دكتور. دكتور أنا عارف أن حضرتك بتقود ملفات فتح أسواق العالم أمام صادرات مصر الزراعية. أسواقنا فين اللي جاية؟ والملف بعمل إزاي؟ فهمنا دكتور المجهود اللي بتعمل ده، احنا ممكن نقعد 10 سنين عشان نفتح دولة. تمام، هو فتح الأسواق المقصود بيها الفتح الفني للسوق، عشان أي منتج زراعي عشان يتم تصديره لأي دولة لازم سلطات الحجر الزراعي في الدولتين يتفقوا على شروط التصدير وعلى شروط الصحة النباتية الخاصة بالتصدير، وإيه هي معايير الدولية للصحة النباتية اللي يتم تطبيقها على هذا المنتج. كل الكلام ده بيتم في عملية بنسميها فتح السوق أو فتح السوق جديد. فاحنا بنبعت نقول للدولة زي اليابان احنا عايزين نصدر لك موالح، بيبعتوا لنا يطلبوا مننا حاجة اسمها ملف فني، بنبعت لهم الملف الفني الخاص بالموالح. انا بضرب بس الموالح كمثل يعني، بنبعت الملف الفني الخاص بهذا المحصول اللي هو الموالح، كل المعلومات الفنية اللي خاصة بالموالح بنبعتها لهم، سواء كان اصناف، سواء كان افات بتصيبها، مواعيد زراعة، مواعيد حصاد، موسم، كل ما يخص المنتج بنبعته له، حتى طريقة الشحن، حتى كل حاجة، علشان كل الحاجات دي بتأثر على وجود آفة في النبات. طبعا بياخدها الجانب اللي هو المستورد او اليابان في الحاله دي بياخدوها ويعملوا دراسه اسمها تحليل مخاطر افات، وبعد ما يدرس كل تحليل مخاطر الافات دي بيبعت لي تقرير بتاعه يقول انا درست تحليل مخاطر افات وانت عندك خطوره في النقطه الفلانيه والثانيه والثالثه والرابعه، هتتعامل معاهم ازاي؟ بعمل انا دراسه وبرد عليه بقول له النقطه دي هنتعامل معاها بالطريقه الفلانيه و و و كل دي سنين راح جاي. بالظبط، يعني ملفات صعبه جدا، دراسات فنيه صعبه جدا، الناس مش بتبقى متخيله الموضوع. في النهايه خالص بنتفق على الاشتراطات، بقول له ان انا خلاص انا هضمن لك كل الخطوط، مصادر الخطوره بتاعتك دي انا هوقفها بالطريقه الفلانيه 1 2 3، ولازم الطرق اللي انا بختارها تكون طرق معترف بها دوليا، بيحكمها معايير دوليه للصحه النباتيه، وبناء عليه هو بيقتنع بهذه المعايير وبيجي يقول لي طب انا لو سمحت كمرحله اخيره بقى عايز اجي ازورك زياره فنيه كحجر زراعي لحجر زراعي ويطلع على الاجراءات اللي انا بعملها عشان يتاكد ان انا كلامي صح. والحمد لله كانت النتيجه ان احنا في خلال 2.5 سنين اللي فاتوا دول اللي هم 18 و19 ونص 20 احنا فتحنا اكتر من 35 سوق جديد، وطبعا احنا شغالين وباستمرار على اسواق جديده، اخرها سوق اليابان للموالح اللي انا ذكرته كمثال. ده انا يعني فوجئت من اصعب الاسواق، لان اليابان عندها نظام حجر زراعي صعب جدا ومتشدد جدا، وفعلا الحمد لله احنا قدرنا نخترقه وقدرنا مش بيدفع ما ياخذ الشرط اللي هو عايزه. بالظبط كده، واحنا ما نقدرش نعترض، وفي النهايه جالنا خبير من عندهم، وابدا الراجل بصراحه لما جه يعني الكلمه اللي قالها كان قبل ازمه كورونا على طول، وقال ان انا فوجئت باللي انا شفته، انا ما كناش متوقعين، لان الملف الموالح مع اليابان بقاله اكتر من 9 أو 10 سنين في مراسلات مختلفه. طبعا. والحمد لله احنا دلوقتي في خلال ان شاء الله اسابيع هنكون فتحنا السوق الياباني للموالح المصريه ان شاء الله باذن الله. على مدى الفتره فاتت دي دكتور كان في او يتردد أن هناك قانون جديد للحجر الزراعي المصري وأن هو موجود في مجلس الوزراء شديد الأهمية، ده أمر شديد الأهمية، بيحمل إيه؟ تمام، هو فعلا احنا من ضمن خطه التطوير بتاعه الحجر الزراعي اللي اعتمدها سياده الرئيس ان احنا يكون في تعديل تشريعي كامل في الحجر الزراعي. التعديل التشريعي في الحجر الزراعي اتقسم لشقين، شق تنفيذي اللي هو القرار الوزاري 562 لسنه 2019 وده صدر بالفعل، اللي فيه الاجراءات التنفيذيه اللي بتتم على ارض الواقع اللي بتنظم التشريعات الحجريه واليه تنفيذها على الصادرات والواردات الزراعيه. تمام. الجزء الثاني هو القانون اللي هو الجانب التشريعي، عملنا فعلا مسودة لقانون الحجر الزراعي وناقشناها مع لجنة الإصلاح التشريعي في وزارة العدل، والسيد وزير العدل مشكورا تكرم بالموافقة على المسودة بعد دراستها دراسة قانونية كاملة، وتم حالتها لمجلس الوزراء وبيتم حاليا دراستها في هيئة مستشاري مجلس الوزراء مع مجلس الدولة. القانون ده بيحول الحجر الزراعي من إدارة مركزية إلى هيئة عامة تابعة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبيديله كل الصلاحيات اللي يقدر يتعامل فيها بمرونة شديدة، تسهل إجراءات إفراج جمركي سواء في الواردات أو في الصادرات، تقدر تسهل الإجراءات على المصدرين، وفي نفس الوقت في لأول مرة عقوبات صارمة للمصدرين المخالفين أو المستوردين المخالفين في القانون. خليني أكلم